نشرة أخبار الثامنة من يو تي في، أهلا بكم. مكتب يو تي في يستهدف من جديد، رمانة يدوية تضرب الصحافة في العراق، ولغة العنف تنتهك حرية الرأي والتعبير. حملة تضامن واستنكار كبرى مع يو تي في، الأمن يتحرك للحماية ومراكز حقوقية تطالب بتوفير بيئة آمنة للعمل الإعلامي. البرلمان ينهي القراءة الأولى لخمسة قوانين، والانتخابات تغيب عن جدول الأعمال وتحضر في الخلافات السياسية. السوداني يختتم 72 ساعة من المباحثات في ميونخ، استوديو يو تي في التفاعلي يجرد مناقشاته من الأمن إلى الطاقة. المغيبون في الحرب بلا قوانين تضمن حقوق ذويهم، والعقبات السياسية تمنع كشف مصير آلاف المخفيين قسرا. إلى تفاصيل النشر، حياكم الله. حملة استنكار كبرى لاستهداف مكتب يو تي في في بغداد برمانة يدوية، وإدانة لمواجهة الكلمة الحرة بسلاح أو مواجهة الخطاب المعتدل بقنبلة وإن لم تنفجر. فحرية التفكير والتعبير آخر رمق في روح الأنظمة الديمقراطية. تقول منظمات أممية ودولية إن الاعتداء على الصحفيين هو اعتداء على المجتمع المدني بأسره، فيما يقر المسؤولون في البلاد بأن استهداف وسائل الإعلام والصحفيين تجاوز لجميع الخطوط وأصل مطالبات حقوقية بتوفير بيئة آمنة للعمل الإعلامي في العراق. استهداف مكتب يو تي في في بغداد بقنبلة يدوية قُبل بموجة استنكار واسعة، وفيما تحركت قوات أمنية على الفور لحماية المكتب، فإن مواقف التضامن مع القناة والصحفيين فيها لم تنقطع، وهو تضامن مع حرية التعبير والصحافة آخر دروع ديمقراطية في العراق. حرية التعبير تنتهك مرة أخرى في العراق. الكلمة تستهدف من جديد بالسلاح. المستهدف قناة يو تي في. أما المستهدف فلا يعرف طريقا سوى التهديد ولغة العنف واستخدام السلاح لإيقاف الآخرين عن عملهم أو إرهابهم. هي ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها حرمة مكتب يو تي في في بغداد. استهدافات يراد منها الضغط على القناة التي تتخذ من الاعتدال منهجا ومن رفع صوت العراقيين مسارا، وأولوياتها دائما أن تكون لهم منبرا لا لغيرهم. هي محاولة تكميم أفواه من ينطق بالحق، وبالحق انطلقت هذه المؤسسة ولن تعدل عنه. ترويع صحفيين وإعلاميين وخلق الفوضى هو صميم عمل ذلك المستهدف الذي يريد دائما ضرب كل من يقول لا أو الانتقاد بأمر كفله الدستور. لكن اللا في العراق ثمنها رمانة يدوية كادت تتسبب بفاجعة كبيرة في صفوف كوادر يو تي في التي تحرص دائما على العمل بمنهج وطني وتتجنب استهداف أي طرف سياسي أو اجتماعي وبأي طريقة كانت. عند المكتب الواقع في قلب بغداد وحوله حضرت القوات الأمنية سريعا لحمايته. مفارز تواصل تأمين العاملين فيه، وهذه الوقفة مثمنة كغيرها من مواقف التضامن التي لم تقتصر على القوات الأمنية والمواقف الرسمية فحسب. موجة الاستنكار التي تلت استهداف يو تي في تجسدت بتضامن واسع النطاق عبر مراكز حقوقية وصحفيين وشخصيات سياسية مطالبة بتوفير بيئة آمنة للعمل الإعلامي في العراق وتغليب حرية الرأي والتعبير بوصفها ضمانا لتعزيز قيم الديمقراطية. وأدان صحفيون وناشطون وسياسيون استهداف مكتب يو تي في في بغداد. جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق قالت إن استهداف يو تي في والمؤسسات الإعلامية يمثل منهجا خطيرا وتهديدا علنيا للعمل الصحفي. من جانبه أكد مرصد الحريات الصحفية أن استهداف يو تي في يعد رسالة تهديد واضحة لكل وسائل الإعلام العاملة في العراق. بدوره قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن استهداف يو تي في مؤشر خطير على تراجع حرية الصحافة، وما يحدث هو استهداف لكل الصحفيين ورسالة تتزامن مع مساع تشريعية لتقييد الحريات، داعيا الحكومة إلى حماية وسائل الإعلام والصحفيين.
رئيس مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي قال بدوره إن استهداف قناة يو تي في يحمل رسالة واضحة إلى جميع المؤسسات الإعلامية مضمونها أن أي انتقاد سيؤدي إلى التهديد. يعني الاستهداف قناة يو تي في هو ليس استهداف تحديدا ليو تي في، هي رسالة واضحة المعالم إلى وسائل الإعلام المحلية والأجنبية على أن ربما الانتقاد، انتقاد بعض الشخصيات، انتقاد جهات سياسية، جهات حزبية، يؤدي إلى تهديد مباشر لحياة الصحفيين وتهديد كذلك لوجود مؤسساتهم في بغداد. من جانبه قال مدير مركز مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في أربيل ديار محمد إن استهداف يو تي في هو محاولة لتكميم الأفواه، مطالبا الحكومة بإجراء تحقيق عاجل وجدي لمعرفة الجنات. استهداف قناة يو تي في يعتبر استهداف لحرية الصحافة ومحاولة لتكميم الأفواه. استهداف القناة مدان بالنسبة لنا كمركز مدافع عن الحريات الصحفية، ونطالب الحكومة العراقية بالتحقيق سريع وجدي وكشف الجنات وتصيم إلى العدالة. قال مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون إن استهداف مكتب يو تي في يمثل تهديدا لحرية التعبير، داعيا الحكومة إلى توفير الحماية ومنع تكرار الاعتداءات على الصحفيين ووسائل الإعلام. تعرضت له قناة يو تي في يوم أمس من اعتداء يؤكد عودة الاعتداءات التي تطال حرية الصحافة والصحفيين ووسائل الإعلام. من واجب الدولة العراقية توفير الحماية للصحفيين ولوسائل الإعلام. حرية التعبير هي المكسب الوحيد الذي تحقق بعد عام 2003، ولا يجب أن يتعرض هذا الحق وهذا المكسب أيضا إلى أي اعتداء أو إلى أي تهديدات مثل ما حدثت في العامين الأخيرين من محاولات تهديد الصحفيين وقتل بعضهم وكذلك النشطاء وحرق وسائل الإعلام، بالإضافة إلى المساعي الموجودة حاليا لتشريع قوانين تقيد حرية التعبير ولا تنظمها. نحن متضامنون مع قناة يو تي في وما تعرضت له من اعتداء، ونؤكد أن حرية التعبير وأن الاختلاف في الرأي والمواقف يجب أن لا يتحول إلى العنف. في السياق أكد أعضاء في مجلس النواب مساندتهم لقناة يو تي في ورفضهم أي اعتداء يطولها أو يستهدف المؤسسات الإعلامية بغرض تكميم الأفواه. هناك من يخاف من هذا الصوت الموجود، الصوت العالي اللي يرفض تكميم الأفواه ويقول الحق. نحن مساندون لكم ولتوجهاتكم الإعلامية المهنية. نتمنى أن هذه القناة أن تستمر وأن لا تهتم لما يحدث حولها من محاولات لتكميم الأفواه ولإسكات هذا الصوت. كل استهداف لشخص أو لمؤسسة أو لكذا، هذا المفروض، هذا يعني هذا غير مقبول ومرفوض بكل تفاصيله، لا من قبل مجلس النواب ومن قبل الحكومة. أكيد الحكومة أنا مو مبرر عنها، بس أكيد لازم عندها إجراءات وتأخذ إجراءات والأمور الأمنية. نرفض أي أعمال إرهابية أو أي أعمال استفزازية لأي جهة كانت، لكون نريد بلدنا يمر بأمان، وخاصة الإعلام نريده يكون بأمان لكي ينقل الحقيقة إلى مجتمعنا مستقبلا إن شاء الله. نرفض هذا العمل. من بغداد ينضم إلينا رئيس مرصد الحريات الصحفية في العراق زياد العجيلي. مرحبا بك سيد زياد. كيف يصنف ما تعرضت له يو تي في من استهداف بقنبلة يدوية؟ يعني بماذا تعرفه التشريعات والجهات والمنظمات المعنية بالحريات؟ يعني بالتأكيد هذه عملية وفق التعريفات القانونية والدستورية يعرف بالهجوم الإرهابي على مؤسسة إعلامية في بغداد. هذا الهجوم ليس هجوم مسلح، إنما هو بالقانون العراقي يعد هجوم إرهابي. هذا ما يعني أن على السلطات الأمنية ليس الاكتفاء مشكورة بالحماية الميدانية، إنما ملاحقة الجنات وتقديمهم إلى العدالة، لأن عدم ملاحقة الجنات سيتسبب في تكرار هذه الاعتداءات ليس فقط على يو تي في، إنما على وسائل الإعلام كافة، وكذلك على يعود سلبا على الصحفيين الآخرين الذين فهموا من استهداف يو تي في يوم أمس على أنها رسالة موجهة للصحفيين العاملين في العراق. يعني سيد زياد، غالبا ما تسجل قضايا الاعتداء على وسائل الإعلام والصحفيين ضد مجهولين، يعني ألا يبدو ذلك غير منطقي في ظل وجود منظومة أمنية بما فيها طبعا كاميرات مراقبة ترصد أبسط الجنايات؟
نعم، يعني وفق القانون العراقي وفق الأعراف القانونية أن تقييد أي قضية ضد مجهول، يعني هذا بالقانون لا يتم ملاحقة الجنات ولا يتم التحقيق في القضية. المطلوب اليوم من السيد وزير الداخلية أن يتابع بنفسه قضية الهجوم على وسائل الإعلام، لأن هذه الهجمات تعود تسبب ضررا لسمعة العراق الدولية وتسبب ضررا كذلك للاستقرار الأمني في البلاد. ليس الهجوم الذي حدث يوم أمس لا يخص فقط يو تي في، إنما يخص المنظومة الأمنية العاملة في بغداد وكافة المحافظات، لأن هذا في التصنيفات العالمية يؤثر سلبا على سمعة العراق الدولية. لكن يعني دائما ما كانت هناك مطالبات لحماية وسائل الإعلام لا سيما الخاصة منها بمعنى غير الحكومية والحزبية، لكن هذه الدعوات لا تصمد أمام واقع استمرار استهدافها وتهديدها، يعني ما الذي يعيق الحماية هنا؟ يعني للأسف الشديد نجد في أغلب الأوقات نجد هناك جهات أمنية هي غير جادة في حماية المؤسسات الإعلامية، تأتي لحمايتها وتدفع بعناصرها للكثافة الأمنية بعد الهجوم على مؤسسات إعلامية. في الغالب عندما ننظر إلى السنوات الثلاث الأخيرة كانت هناك هجمات مسلحة ضد المؤسسات الإعلامية في بغداد وكافة المحافظات، أدى إلى حرق المؤسسات وتدمير بعضها الآخر. حتى قبل أشهر كان هناك هجمات على مؤسسات إعلامية. المفروض من أجهزة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية أن تضع خطط مسبقة لحماية وسائل الإعلام، ليس أن تأتي لحمايتها بعد أن يتم مهاجمتها. وهذا أعتقد كذلك ما منح المسلحين أو الجهات الأخرى أن يعيدوا أن يعتادوا على أن الهجمات على وسائل الإعلام هو شيء يعني سوف لن يواجه بقوة أو سوف لن يعرضهم إلى المساءلة القانونية. الإفلات من العقاب سوف يعيد هذه الهجمات، وهذا ما تتحمله أجهزة الأمن العراقي وتحديدا وزارة الداخلية والأمن الوطني العراقي. لكن يجب اتخاذ إجراءات سريعة سيد زياد، يعني أنت ذكرت أن هذا الهجوم يعد هجوم إرهابي ويضر بسمعة العراق أيضا، وهو يصنف خلل أمني أو يدخل ضمن مصطلح الخرق الأمني، أليس كذلك سيد زياد؟ نعم، خرق أمني واضح. ماذا يعني أن تهاجم وسيلة إعلامية وسط بغداد بقنبلة يدوية والأجهزة الأمنية لا تلاحق الجنات؟ الجميع يعلم أن محافظة بغداد فيها أجهزة تصوير منتشرة على كل الرقعة الجغرافية للمدينة. كان بالإمكان أن تكون هناك على أقل تقدير اليوم ظهرا نتائج أولية على من رمى القنبلة اليدوية وما هي الآلية التي كانت يستخدمونها ومن أين أتت، حتى نشعر نحن كصحفيون بأمان ونقول أن لدينا فعلا أجهزة أمنية ووزارة الداخلية قادرة على حمايتنا وحماية مؤسساتنا. أما أن يتم عدم الإفصاح عن التفاصيل فهذا يعني أن تستمر التهديدات، ولا أستبعد أن تكون هناك هجمات محتملة في الأيام القادمة. يعني سيد زياد، هل طبعا هناك تحقيقات سابقة، هل خرجت بشيء هذه التحقيقات بحسب علمك؟ يعني من خلال متابعتنا للقضايا الصحفية وحرية الصحافة والتعبير لم نجد هناك تحقيقات جدية حدثت بما تعرضت له مؤسسات إعلامية أو بما تعرض له صحفيون بالقتل المباشر أو بالقتل العمد. كافة القضايا كما ذكرتي كانت تقيد ضد مجهول، وبالعرف القانوني أي شيء يقيد ضد مجهول يعني أن هذا الملف سوف يهمل ولا يتابعه أحد من المحققين. هذا ما منح، أعود وأذكر، هذه التقييد ضد مجهول أو جهة مسلحة مجهولة، هذا ما يعني أن الأجهزة الأمنية تفسح المجال مجددا لهجمات أخرى، وتفسح المجال مجددا للمجرمين بأن يهاجموا المؤسسات الإعلامية أو يهاجموا الصحفيين المستقلين. نعم، رئيس مرصد الحريات الصحفية في العراق السيد زياد العجيلي، شكرا جزيلا لك. السودان يعود من ميونخ وقانون الانتخابات غائب عن جلسة البرلمان، هذا الملف تفاصيله مع علي حليم. إليك علي.
رويدة شكرا لك. مشاهدينا تحية طيبة. بعد اختتام مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، قال رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني في تصريح، قال إنه أجرى خلال يومين سلسلة لقاءات مع زعماء سياسيين وأعضاء في الكونغرس الأمريكي ورؤساء منظمات عالمية لإيصال رؤية الحكومة في التفاهمات الأمنية والسياسية. خلال 48 ساعة بحدود 26 لقاء استقبلنا في مقر إقامتنا كبار المسؤولين الأمنيين فضلا عن السياسيين على مستوى رئيس وزراء ووزير ومنظمات دولية. بدون مبالغة وجدت تفاهم ودعم حقيقي واتفاق مع الرؤية العراقية في القراءة الأمنية والسياسية للمنطقة، وهذا عامل مهم وهو أحد أهداف مشاركتنا في هذا المؤتمر. حكومة جديدة من خلال هذه اللقاءات، أضف إليها لقاءات ثنائية لأعضاء الوفد. بالمجمل فإن رسالة العراق رؤية الحكومة وصلت لهذه الأطراف المهمة. ملف الطاقة واستثمار الغاز أحد أبرز أولويات البرنامج الحكومي ضمن تحركات داخلية وخارجية لإنجازه، وهو ما شغل المساحة الأكبر من مباحثات رئيس الوزراء ولقاءاته على هامش مؤتمر ميونخ للسياسة الأمنية. السوداني أكد اتجاه العراق نحو الطاقة المتجددة وعزمه التعاقد مع شركات عالمية لتطوير المنظومة الكهربائية. تفاصيل أكثر نتابعها مع الزميلة فاطمة الملائكة. سبعون ساعة قضاها السوداني في مؤتمر ميونخ للسياسة الأمنية، حيث ملتقى كبار صناع القرار في العالم. رئيس الوزراء التقى قادة ومسؤولين ورؤساء منظمات فاعلة، متحدثا عن دور العراق في المنطقة وإمكانية أن يكون مصدرا للطاقة في العالم. على هامش المؤتمر التقى السوداني رئيسة منظمة مجموعة الأزمات لمنع النزاعات المميتة إيرو كومفورت، وناقش معها تعزيز الشراكة الدولية لمواجهة العنف ومشاكل الأمن، فيما بحث مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينان افتتاح العراق على المنطقة لمواجهة تحدياتها الاقتصادية والسياسية والأمنية. عربيا، بحث السوداني مع وزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إنتاج الشراكات المثمرة والتطلع إلى تعاون حقيقي يدعم استقرار المنطقة وتهدئتها عبر التواصل والحوار إزاء مختلف الأزمات. مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي تحدث السوداني عن رغبة بغداد لتعزيز التعاون مع لندن ضمن علاقات متوازنة دوليا وأقليميا، كما ناقش مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين حرص العراقي على عقد شراكات تنموية مع دول الاتحاد في مختلف المجالات. ولأن ملف الطاقة واستثمار الغاز من أولويات الحكومة، فهي تواصل مباحثاتها مع ألمانيا، حيث التقى السوداني الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز للطاقة كريستيان بروخ وبحث معه استفادة العراق من خبراتها، قائلا إن الحكومة انتهجت ضمن برنامجها الوزاري التعاقد مع شركات عالمية لتطوير المنظومة الكهربائية. أما ما قاله السوداني في مؤتمر ميونخ فقد صب في جوانب كثيرة شغلت الطاقة المساحة الأكبر منها، إذ قال أمام العالم إن العراق يمتلك قانونا للاستثمار هو الأفضل في المنطقة، حيث يسعى لجذب الشركات العالمية المختصة آخذا بنظر الاعتبار حرق الغاز المصاحب المهدد للبيئة، مؤكدا المضي نحو استثماره كخيار أساس لإنتاج الطاقة المتجددة. قال وزير الخارجية فؤاد حسين إن العراق حريص على استمرار الشراكة والتعاون الاستراتيجي الطويل الأمد مع ألمانيا وتحقيق التوازن في علاقاته الخارجية مع دول الجوار. بيان الخارجية ذكر أن حسين التقى أعضاء في البرلمان الألماني على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، واستعرض جهود الحكومة العراقية في تقديم الخدمات وتطوير الاقتصاد وتشريع القوانين المهمة، وأكد ضرورة تفعيل التعاون مع الجانب الألماني في مختلف القطاعات المتعلقة بالاقتصاد والطاقة والبيئة، مضيفا أن وزير الخارجية قدم شكره لألمانيا على مساهمتها في القضاء على تنظيم داعش.
استقبل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر والوفد المرافق له في مصيف صلاح الدين بأربيل. وبحسب بيان صادر عن مكتب بارزاني فإن اللقاء بحث العلاقات بين حكومتي إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى عمق التفاهم الاستراتيجي بين تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، كما تم تأكيد أهمية تنفيذ بنود الاتفاق السياسي المبرم بين القوى المكونة لائتلاف إدارة الدولة. أعلنت حكومة الإقليم مخرجات اجتماع وفد كردستان مع بغداد كاشفة عن تشكيل لجنة مشتركة لإعداد وصياغة مشروع قانون النفط والغاز. بيان حكومة كردستان ذكر أن الوفد المفاوض برئاسة وزير المالية والاقتصاد في الإقليم وصل إلى بغداد صباح اليوم وعقد اجتماعا مع وزير النفط حيان عبد الغني للتباحث بشأن مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي. أنهى مجلس النواب اليوم القراءة الأولى لخمسة مشاريع قوانين. الدائرة الإعلامية ذكرت في بيان أن المشاريع هي تعديل قانون الملاك وإقرار البيانات المالية المنتهية لسنة 2014، بالإضافة إلى التعديل الأول لقانون الشركات الأمنية الخاصة. وأضاف البيان أن الجلسة شهدت أيضا إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون المساعدة القانونية ومشروع قانون الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية. إذن خلا جدول أعمال البرلمان من قانوني الموازنة والانتخابات مجالس المحافظات، لكنهما كان حاضرين بقوة في مفاوضات الأحزاب. لم يدرجا على جدول أعمال جلسة البرلمان، لكنهما حضرا في كواليس الخلافات. قانون الموازنة وانتخابات مجالس المحافظات يشغلان الأوساط البرلمانية والسياسية. اجتماعات ومباحثات بين وفود كردية تفاوض الحكومة في بغداد لحسم الجدل بشأن حصة الإقليم من الموازنة المزمع وصول قانونها إلى البرلمان الأسبوع المقبل، والمعروف سبب تأخره لأسباب واضحة بحسب تأكيدات من أعضاء في المالية النيابية. تجري المباحثات حول نقطة أساسية هو نسبة الإقليم من الموازنة، نسبة إقليم كردستان، وأعتقد المباحثات تجري بين نسبة 14% إلى 15% لتكون حصة الإقليم في الموازنة العامة، موازنة سنة 2023. القضية الأخرى التي أخرت المصادقة أو إرسال المسودة هو تغيير سعر الصرف من 1450 دينار إلى 1300 دينار، مما أدى إلى الدعوة لإعادة احتساب الموازنة كتشغيلية واستثمارية حسب سعر الصرف الجديد. قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي أشعل خلافات الكتل قبل انتهاء البرلمان من قراءة فقراته بالكامل، يكمن جوهر هذه الخلافات بشأن العودة إلى نظام سانت ليغو، وهو ما ترفضه الأحزاب الناشئة ونواب المستقلون، فضلا عن اعتراضات ضد دمج انتخابات مجلس النواب المقبلة مع انتخابات مجالس المحافظات بقانون واحد. لأنه نظام سانت ليغو أولا مرفوض من قبل الجماهير، ومظاهرات تشرين ودماء تشرين وشهداء تشرين اعتبروا الحسنة اللي تحققت من مطالب تشرين الوحيدة هو تغيير نظام سانت ليغو، فمن غير المعقول أنه أنت تيجي تضرب وترجع النظام هذا. وبنفس الوقت المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف رفضت هذا النظام. هذه الآن القانون قرأ قراءة أولى كنقطة بداية، التغييرات في قابل الأيام، سيكون هناك نقاشات ومقترحات أخرى واستضافات، استضافات حتى منظمات المجتمع المدني، إقامة ورش عمل بهذا الخصوص كي نصل إلى صيغة أكمل. وما بين أجواء الترقب لوصول الموازنة إلى البرلمان واستمرار النقاش حول قانون انتخابات مجالس المحافظات، رفع البرلمان جلسة اليوم من دون تحديد موعد لجلسته القادمة. ورغم أنه غاب عن جدول أعمال جلسة اليوم، فإن رفض قانون انتخابات مجالس المحافظات بصيغته الحالية يعول المعترضون عليه داخل البرلمان بدعم في الشارع قد يحدث. من داخل مجلس النواب في بغداد، أحمد مؤيد، UTV. أيضا قال عضو مجلس النواب أحمد البدري أن هناك مخالفة واضحة في قانون مجالس المحافظات لكونه
يدمج بين قانوني انتخابات مجالس النواب ومجالس المحافظات، مشيرا إلى أنه ستتم خلال جلسة القراءة الثانية معالجة الثغرات في هذا القانون. بالنسبة لقانون الذي قرئ قراءة أولى ووضع على جدول الأعمال، هو مقترح مقدم من بعض السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب. هناك مخالفات واضحة وصريحة بهذا القانون. واحدة من هذه المخالفات هو الدمج ما بين قانون مجلس النواب، انتخاب مجلس النواب، وقانون مجالس المحافظات، على اعتبار أنه من حيث المقترح هو لا يوجد مخالفة، لكن موضوعيا هناك مؤسسة مجلس النواب تعمل لها مهام تختلف عن مهام مجالس المحافظات، فبالتالي لابد من فصل هذين القانونين، كل منهم على حدى. هذه النقطة الأولى. بعض الفقرات أثارت حفيظة الشارع على اعتبار العودة إلى نظام سانتيليغو اللي هو 1.7 1.9، هذا سوف يحرم الكتل الصغيرة ويحرم المستقلين. نحاول بالقراءة الثانية أن ننضج هذا القانون أكثر، أن نعالج الثغرات التي وردت به، على اعتبار هو بالنتيجة هو مقترح قانون مقدم من بعض السيدات وسادة النواب. ينضم إلينا أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت الدكتور غالب الدعمي. دكتور، بداية مرحبا بك. دكتور، لماذا هذا الجدل حول قانون انتخابات مجالس المحافظات؟ تحياتي إليك. هو قانون يدمج بين مجلس المحافظات، مجالس المحافظات ومجلس النواب، بمعنى انتخاب قانون شامل لهذه الانتخابات للعملية الديمقراطية في العراق. القانون الحالي هو إعادة صياغة جديدة للقانون السابق. تعرف أنت الضغوط الكبيرة في تشرين أجبرت مجلس النواب، وأقول أجبرت مجلس النواب والكتل السياسية على تغيير القانون بهذا الشكل الحالي اللي نتج منه انتخابات 2021. الآن اختلف الأمر تماما، هم يريدون الآن إعادة صياغة قانون بما يخدم مصالحهم. ولكن الشيء اللي هنا أقول وأكد عليه أن كل الأخوة المعترضون على هذا القانون ركزوا على سانت ليغو 1.7 و1.9، لكنهم لم يذهبوا باتجاه قضايا أخرى ربما هي أخطر من هذا القانون في داخل القانون، من ضمنها كيفية التصويت. يعني اليوم أنت أما أن تصوت بالبايومتري، وهي ما تستطيع المفوضية على إنجاز ما تبقى من البطاقات التي تكفي لكل المشمولين، أو بالهوية الوطنية، البطاقة الوطنية، وبذلك سيحرم بحدود 30% من المستحقين في المشاركة في الانتخابات القادمة، وهذه أخطر حتى من سانت ليغو. أيضا قضية أخرى تتعلق بقانون الأحزاب وتمويل هذه الأحزاب وكل هذه الأشياء، للأسف الشديد لم يتم التركيز عليها، وفقط تم التركيز على هذه الجزئية اللي هي سانت ليغو. سيء الصيت. تسمعني دكتور؟ صوتك لم أسمع السؤال. دكتور أسأل، لماذا هذه العودة؟ يعني لماذا الإصرار على العودة إلى مثل هكذا قانون؟ يعني واضح، حقيقة واضح، الكتل السياسية فقدت الكثير من أصواتها في الانتخابات الماضية، والآن تريد أن تعيد السيطرة مرة أخرى وتنتج نفسها عبر هذا القانون. أنت تعرف الدوائر المتعددة يشتت الأصوات، وأيضا يفقد الأحزاب السياسية في حالة فقدان النائب لمكانه، في حالة إعطاء مسؤولية وزارة، بالتالي وفق الدوائر المتعددة يفترض أن يرشح شخص آخر لا ينتمي لهذه الكتلة اللي تم استبدال النائب منها، أو شغلة منصب إداري أو تنفيذي. في حين القانون الحالي سانت ليغو وفق ما تريد الكتل السياسية يتذهب باتجاه آخر، بمعنى حتى التعويض النائب الذي يتم استبداله يجب أن يكون من الجهة نفسها بغض النظر عن تسلسله، وبالتالي هذا يعني هنا يبرز أن هناك سرقة حقيقة ممنهجة لأصوات الناخبين. وأيضا ودي أن أشير إلى حالة أخرى، يعني سانت ليغو أيضا فيه فائدة، وهي إذا تم يعني المزاوجة بين قانون الدوائر المتعددة وسانت ليغو، والإيجابية أنه يقلل عدد الأحزاب الفائزة وبالتالي يسهل تشكيل الحكومة، في حين قضية الدوائر المتعددة تنتج كتل
صغيرة كثيرة أكثر من 60 حزب سياسي، وهاي ليس في مصلحة تشكيل حكومة، وربما أحد أسباب تأخيرها وهذا التشتت وهذا التعدد. الصور عندنا في الانتخابات الماضية شارك بحدود 272 بين كيان مستقل وحزب وائتلاف. هذه الأحزاب إذا تمخض عنها فوز نائب أو نائبين من كل جهة سياسية، بمعنى أنه لا يمكن تشكيل حكومة ما لم تخضع لمساومات، وحتى نسمع هناك رشات تدفع للنواب من أجل كسب أصواتهم في تشكيل الحكومة. إذا تتفق مع من يقول أن هذا القانون، يعني بعض الأحزاب والمستقلين يقولون أن هذا القانون سانتلوغو هو مفصل على مقاس الأحزاب الكبيرة وبالفعل سوف يقصيهم من المشهد السياسي، هل بالفعل يتم ذلك لو طبق هذا القانون؟ شوف، هو سانتلوغو إذا ممكن أن مهما تم صياغته بخدمة الأحزاب، وأنا أتفق مع من يذهب في هذا الرأي الذي ذكرته حضرتك بأنه هذه الصياغة هي صياغة تماما تخدم الأحزاب، ولكن نستطيع أن نلغي هذه الفائدة من هذه الصياغة من قبل الأحزاب اللي راح الصوت على هذا وهناك إجماع على التصويت عبر دعم الجمهور للمشاركة في الانتخابات، بمعنى الجمهور اللي هو يرفض المشاركة. إذا شارك هذا الجمهور وانتخب كتل سياسية ناشئة جديدة ممكن أن تفضي إلى تشكيل زعامات جديدة أخرى غير هذه الزعامات، وبالتالي يكون هذا القانون بدل ما أن كانت تنتظر هذه الأحزاب من هذا القانون لتحقيق نتائج لصالحها، ممكن أن تكون النتائج في غير صالحها، وهذا يعتمد على الجمهور. لكن للأسف الشديد هناك ترويج الآن، من الآن بدأ للأسف، أنه يا بل لا تطلعوا للانتخابات، لا تشاركوا في هذه الانتخابات، لأن النتيجة واحدة، النتيجة أن الأحزاب الماسكة ستبقى نفسها، وبالتالي يزرعون اليأس داخل نفوس الناس، داخل نفوس الناخبين. وهنا المشكل الأكبر، وأنا بتقديري هو أهم حتى من هذا القانون. وأيضا هناك ملاحظة أخرى في هذا الجانب، أن قانون سانتلوغو إذا تم ترتيبه بطريقة أخرى لنقل 1.5، وإن كان الفارق بين 1.5 و1.7 ليس كبيرا، ولكن إذا تم ترتيبه مع إضافة فقرات أخرى تخدم الأحزاب الناشئة عن طريق تشكيل ائتلافات، عن طريق خفض الكوتا أو سعر المقعد، ممكن أن نتجاوز هذا الخلل وبالتالي ننتج كتلة وطنية عراقية. دكتور، عذرا عن المقاطعة، ماذا عن الجانب الآخر للقومية؟ دكتور، ماذا عن الجانب الآخر وأيضا هي نقطة مهمة، يعني على المستوى الشعبي، ماذا لو وضعنا في المعادلة جمهور التيار الصدري مثلا، هل سيمرر هذا القانون بهدوء؟ يعني أنا سمعت من بعض دوائر الإطار، الأخوة في الإطار، يعني كلام من بعض قياداتهم أنهم سيذهبون إلى النجف أو يعني يبعثون برسالة إلى سماحة السيد مقتدى الصدر بشأن هذا القانون. ولكن أود أن أقول أن التيار الصدري يرفض هذا القانون، كما أن المرجعية رفضته، والمرجعية ترفضه لأنها تريد أن يصاغ قانون يخدم أكبر عدد ممكن من الناس، حتى يكون جيل جديد ممكن أن يقدم خدمة غير ملوث بالفساد وغير ملوث بحب السلطة والجاه. أنت تعرف اليوم جيدا أن عملية الاستحواذ على السلطة والمحاولة على في كل الحكومات بغض النظر هي كبيرة جدا وتخضع لمساومات، وأيضا هناك فساد كبير يتبع هذا الأمر. لذا فإن التيار الصدري اليوم لحد هذه اللحظة لم يبدي بشكل مباشر اعتراضه، ولم يعلن تأييده، ولم يحدد موقفه من المشاركة في الانتخابات المقبلة، كما أن الحكومة للآن لم تحدد موعد الانتخابات، هل هي ستجري مع انتخابات مجلس النواب بعد سنتين ونص أو ثلاث، أو ستجري منفردة في السنة المقبلة أو نهاية هذه السنة، لم تحدد. لذلك ما زال الكلام والتكهن في هذا الموضوع سابق لأوانه. لذلك ننتظر، وبشكل وبآخر كما أرى أن جمهور التيار الصدري يرفض هذا القانون بحسب ما نقرأ ونطلع عبر بيجاتهم وعبر بعض الشخصيات المؤثرة في هذا الخط. أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت الدكتور غالب الدعمي، سيد الكريم شكرا جزيلا لك.
أطلقت الشركة العامة للأسواق المركزية في وزارة التجارة أول منصة للتسوق الإلكتروني للمؤسسات الحكومية ودوائر الدولة. ودعا مدير الشركة زهر الجيلاني شركات القطاع الخاص العراقية والعربية والأجنبية إلى تجهيز المنصة بمختلف المواد والبضائع المتوفرة لديها والتعاقد معها لغرض تصريف بضاعتها عن طريق إضافة هذه الشركات في منصة التسوق. بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطوات لتحديث المناهج الدراسية تلبية لمتطلبات سوق العمل مع مساع برلمانية لتضمين مشروع موازنة العام الحالي أموالا لدعم البحث العلمي. توجه جديد تتبناه وزارة التعليم العالي في العراق يركز على تحديث المناهج الجامعية بما يلبي سوق العمل ويواكب تطور الجامعات العربية. هذه الخطوة ابتدأتها الوزارة بتشكيل لجان مهمتها إجراء تعديلات على المقررات الدراسية. ضمن منهاج الجديد لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إيجاد التناغم المطلوب بين سوق العمل وبين المواد اللي يتلقاها الطالب. هنالك فجوة كبيرة بين الواقع الفعلي وبين المناهج الموجودة في الجامعات العراقية حاليا. هذا التناغم ضروري جدا لأن هناك شكاوى من قبل الشركات وخاصة الأجنبية. من خلال اجتماعاتنا معهم يقولون أنه طالبكم عندما يجي أشبه بالأمي. وتزامنا مع رؤية تعديل المناهج الجامعية وتطويرها، أقدمت لجنة التعليم في مجلس النواب على تضمين مشروع قانون موازنة عام 2023 أموالا لدعم البحث العلمي في الجامعات لكونه أحد نقاط رفع تصنيف العراق في مؤشرات جودة التعليم. كلما يزيد البحث العلمي في مستوعبات العالمية سيزداد الرانك لهذه الجامعات، الجامعات العراقية، وهذا ما نسعى عليه من خلال تضمين فقرات في موازنة العام الحالي 23 لدعم الوزارة من ناحية البحث العلمي. العراق ومنذ عقود يكاد أن يكون غائبا عن مؤشرات جودة التعليم على مستوى المنطقة والعالم، فيما يعزو أساتذة تخرجوا في كليات أجنبية الأسباب إلى افتقار جامعات البلاد إلى المراكز البحثية المتقدمة. المختبرات هي من يعطيك البحث الرصين، هي من يمكنك من أن تكون في مصاف الدول المتقدمة. بصراحة في كل الجامعات العراقية احنا نعاني من نقص بوجود المختبرات البحثية المتقدمة، يعني كانت تكون مثلا البنجات، كانت تكون الزجاجيات، المواد المختبرية، المواد الكيميائية، فهذا أكيد يكون عرقلة في سبيل البحث العلمي. ويعد ضعف الإنفاق على التعليم أبرز مشاكل التعليم العالي في العراق، فبحسب الوزارة فإن مخصصات هذا القطاع من إجمالي الموازنة لا تتجاوز 1%. عودة العراق إلى مؤشرات جودة التعليم وفقا للتصنيفات العالمية يرهنه الخبراء بمدى الاهتمام بالبحوث العلمية ونشرها في المجلات الرصينة، فضلا عن تطبيق جملة من المعايير الأخرى. سعد قصي، UTV، مدينة البصرة. المغيبون في الحرب بلا قوانين تضمن حقوق ذويهم، هذا الملف مع رويدة. شكرا علي. أهلا بكم مجددا. سنوات انقضت ومصير المغيبين قسرا عالق ومجهول بفعل غياب التشريعات والقوانين المعنية بحفظ حقوقهم وتحريك قضاياهم. تشير تقديرات إلى أن عدد المخفيين قد يبلغ 1,000,000 شخص، وعلى الرغم من مصادقة العراق على الاتفاقية الدولية لمنع التغييب القسري الملزمة بسن قوانين خاصة بالإخفاء، فإن الملف يواجه تحديات سياسية لمناقشته في البرلمان ووضع حد له. محاولات كثيرة جرت خلال السنوات الماضية لحسم مصير آلاف المخفيين خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابية في نينوى وصلاح الدين وديالى والأنبار، إلا أن بعض العقبات السياسية حجبت التشريعات المعالجة لهذا الملف. 2006 آلاف المغيبين قسريا لسنوات طويلة،
وما يزال المصير مجهولا رغم المطالبات الواسعة بمعالجة هذا الملف الشائك والحساس. مطالبات دولية ومحلية لمنظمات ومؤسسات معنية بحقوق الإنسان للكشف عن مصير آلاف ممن اختفوا خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي وما رافقها من نزوح جماعي في نينوى وصلاح الدين وديالى والأنبار. هنالك تقديرات حقيقة تقديرات اعتمدت على الذين اختفوا في مناطق معينة في أوقات معينة، هنالك تقديرات بين 250 ألف مختف قسريا إلى تصل المليون، ونحن نعتقد أن الرقم فعلا هو يدور بين هذين الرقمين. نقص التشريعات والقوانين الخاصة بالإخفاء أو التغييب القسري هو العقبة الكبرى أمام تحريك هذا الملف ومعالجته. حتى اليوم لا يوجد في التشريعات العراقية وقانون العقوبات أي إشارة للتغييب القسري، لذا يجد القضاء نفسه مقيدا في التعامل مع آلاف الحالات المرصودة. يحتاج المشرع العراقي إلى تشريع هذا القانون حتى فعليا يعطي للقاضي العراقي أريحية في تنفيذ التزامات الدولة العراقية، وبالتالي انصاف الآلاف من ضحايا الإخفاء القسري. وكان العراق قد صادق منذ نحو 13 عاما على الاتفاقية الدولية لمنع التغييب القسري الملزمة بسن قوانين خاصة بالإخفاء، فيما ناقش البرلمان قانونا بهذا الشأن قبل سنوات، وقبل أن يغيب القانون نفسه ويركن على الرف لأسباب قيل إنها سياسية لا فنية. مشترق المنصور، أربيل، يو تي في. 6 سنوات انقضت وما زال أهالي المغيبين يطالبون حكومة بعد أخرى لمعرفة مصير أبنائهم. يقول الأهالي في الأنبار وصلاح الدين والموصلة أنهم تلقوا وعودا من الحكومات المتعاقبة لوضع حد لمسألة المغيبين، ولكن لم يحصل أي تقدم في الملف. ما عندهم شيء شرطة، الله وكيل اثنيناتهم شرطة، الأمة كلها توقف، أولادي شرطة مظلومين، والله مظلومين، وما حد عيمل لنا شيء. وينهم معهم؟ وين حسب سنين ولا 9 سنين؟ وينهم معهم؟ وأولادنا حرروهم من المستشفى وراحوا، وينهم؟ ملحوا ذابوا، قالوا ودوهم على قيارة، من قيارة جت باصات أخذتهم وراحت. 6 سنين ما عرفنا وين صاروا. ايش طالبين من الحكومه؟ طالب من الحكومه الله يستر عليهم ويرضى عليهم، اريد ولادنا، كل شيء ما رايدين منهم. الناس بيقولون موجودين، الناس بيقولون موجودين، يقولون بجرف الصخر، الناس بيقولون بالمطار، واحنا نريد رمتهم. اخواني 2 من 2014 جدتي قوه السيارات شالتهم يرتدون زي عسكري، فطبوا علينا، قلنا لهم ايش اخذوهم، قلنا لهم ايش رايدين من عندهم، قالوا استفسار ونرجعهم، اخذوهم وراحوا. هذا من 2014 لهذا الان ما عرفنا مصيرهم وين. اولا عندي 2 ولد عمي وعندي اقارب اضافيين انفقدوا تقريبا 2014، جدتي قوه مشتركه داهمتهم بالليل لابسين زي عسكري، جاوا ياخذوهم وطلعوا، قالوا استفسار ورجعهم. ومن 2014 لحد هاللحظه هاي احنا ما ندري في مصيرهم شنو. بال 2014 طلعت علينا قوات ما لابسه زي عسكري، ما نعرف شنو من شيء، وكرشت هاي الشباب كلها كرشت، تجي 500 400 كرشتها وراحت. دورنا ردنا بهم جهال، بهم جهال، الله وكيلك تدرسها برا ما يندرسها برا. ها وكشتها، يشهد الله، يشهد الله والقرآن، أبرياء ما عندهم كل شيء. كشفت منظمة دولية أن 71% من مجموع النازحين في العراق يعيشون في بيوت وشقق مستأجرة. تقرير لمنظمة ريتشا الدولية للإغاثة الإنسانية ذكر أن 48% من النازحين في العراق أعمارهم دون سن 18، أما الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما فتشكل نسبتهم 3% فقط. ونوه التقرير إلى أن مصادر الدخل الرئيسة للعوائل النازحة هي منظمات غير حكومية ومعونات جمعيات خيرية.
يشهد مزاد بيع الكمائي في بادية السماوة رواجا كبيرا، حيث تتعالى الأصوات لجذب الزبائن القادمين من مختلف المحافظات وبلدان الخليج. فبيع هدايا البادية يتطلب مهارة في الإقناع لشراء الكيلو بعشرات آلاف الدنانير. الكمأ أو الفقع أسماء مختلفة بطعم واحد لنبات يملأ هذه الصناديق المعروضة أمام المتبضعين في علوة بيع الكمأ الموسمية في المثنى. 27. من يدفع سعرا أعلى يمكنه الحصول على البضاعة كاملة، فبيعها يتطلب وقتا وصوتا عاليا ومهارة في إقناع الزبائن بأن الأسعار تتعدد باختلاف الأنواع، وأشهرها الزبيدي والأحرق الأكثر انتشارا في بادية السماوة. كان السوق ماله قوي، بعنا 100 بعنا 90 وصلنا ل70 ل60، اليوم أصبح السوق شكل، ذاك الأسبوع نزل ل50 ل40 ل30، هذا اليوم أصبح غير يوم، اليوم أصبح تمام من 30 وجوه، بس ما عدا الروس انباعت ب40. يختلف الكمأ عن بقية النباتات، فهو لا يزرع ولا جذور له ولا أوراق وينمو تحت الأرض، وعرفه العرب قديما بنبات الرعد لأنه يكثر عند حدوثه. اللي طلعوه من القاع الغنامة وكناس شماية مخصصين إليه، ترى هو مو كل واحد، أنا أشم نروح ما أعرف شلون يطلع من القاع، أكو ناس مخصصين إليه، خبرتهم شغلتهم هاي، فقاعة إحنا نسميهم، يلقوه بالبادية، بادية السماوة، بادية البصرة الجبير، بادية القائم الرطبة، بالباديات موجود. الباحثون عن الكماء يأتون من مختلف المحافظات وبلدان الخليج إلى المثنى طمعاً بجودته وطعمه المميز المختلف عن غيره في باقي مدن العراق. الفقع العراق من أجود الفقع بالعالم، وحنا نجي هناك من الكويت عشان ناخذ الفقع هذا، أسعارهم زينة يعني بالنسبة للأسواق الثانية، أسعار العراق فقعها زين، الكمة عندهم سعرها زين. وكانت تسوق المثنى نحو 10 أطنان من نبات الرعد يوميا خلال المواسم السابقة، لكنها اليوم لا تنتج سوى ربع تلك الكمية بسبب انحسار تساقط الأمطار في بادية السماوة العام الماضي واتساع رقعة الجفاف. من المثنى خليل بركات، يو تي في. وقبل ختام نشرتنا نتابع أحوال طقس العراق وبحره. من يو تي في جولتنا الإخبارية انتهت، إلى اللقاء.